كل عام وأنتم بألف خير. بكرة هو أول أيام شهر رمضان الفضيل، فأهلا بالشهر الخير والبركة، أهلا بالشهر الصبر والعمل والطاعات. رمضان اللي تسمو فيه قيم التكافل والعطاء، وهي قيم أصيلة في مجتمعنا الطيب اللي يساند بعضه بعضا. فبهذه المناسبة الفضيلة أبارك لكل الأردنيين اللي بيقدموا أروع صور البذل والعطاء بالتزامهم تجاه أنفسهم ووطنهم، وأسأل المولى عز وجل أن يمن علينا جميعا بالخير والصحة والسلامة، وأن يتقبل قيامنا وقيامنا، إنه نعم المولى والنعم المجيب. وكل عام وأنتم بألف خير.